خساره وحا الهي قرانك وكو شيغي خساره حبت وح ويان وقفك اخرا مرك لا تاغ لا جوغ لا تاغ لا يراد هبل وخساري الهي نغما يلا كواس الا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين بين حي الا ان الخاسرين الذين خسروا إلهي بأنه قول لديه نفرع وبراروغا خسارها قبت أعدانو منني شغاب إلهي لي وقفك إساقية إهل كيسي بانك الضيامة انتي مادين عيد وذا خسارين وما حيكو خسارين إلهي النقمي يالوها الله نقبت بادية حق النار تأيى الله قاضي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز بإلهي لي وقفك مالك آخر هذا نمارك تان النار تلقى إلى ليه النار تلقى دير أيه لقى بد بادي أيه الجنة ذن اللقى ليه كسر اللي باني بين حيدي خسارها هي اللي بانتو تان الدنيا ذن معها يقولوا اللي باني ومع كل اللي باني والله الدنيا دي سبع أقر حدا بيكون من يام يقولوا اللي باني ومع كل اللي باني رشي سبع أقر حدا وهذا جامعي النقطة يقولوا اللي باني ومع كل اللي باني ما شاء الله أدوية دي سبب بركودي الليبان معها خسارة يا الليبان لوضب الدون كان دوش هذا أنت عن جبنو لما أرك كرايو بنك ما يعم غفك كتاب بيسا قعنت من ذي لقصي يوم النار إلى هاي كبد بادية جنة حق هذا الله بعد كاس الليباني غفك مالك آخر هذا أنا كتاب بيسا قعنت من ذي لقصي يوم النار تحق هذا الله بعد أنا كاس خسارة بركة إلهي وحي ولي والعصر إن الإنسان الله في خسر إلهي نار أنت هر مريء بلي ابن آدم كأن مانتي خسارة عبدي كجران با إلهي نحن أبو جران خسارة مركا إلهي وشيغة يماها خسارة النقوى مقام وخسارة وين ويان والعياذ بالله سيدنا عمر بن الخطاب أنا مالين يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لك وريب عربانك قيامة جبريل عليه السلام بكل واقد ونضتك الليباني ضتك خسارة ملك جبريل إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن فلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا والعياذ بالله ملك جبريل أي كتاب أنتو صوت هذا قفك مسلم كمؤمن ك أدونك دوشي إلهي كصوت هذا عينتو اللي بأيو ليهي هبل هبل قول لي باني سعيد بو نقضي شقاوة ضمن حد يتولى دمد موارك معي الله إني قد يقول أسا ككلنا وحالو رندونا هبل هبل وخسارة خسارة ودبد بحد يتولى وصو كعين من اللي بان يكاسنا والعياذ بالله مركا خسارة الله إني قبل بادي خسارة مركا محلق قبل بادي يا قرآن كان وشيك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأفرخص لبو وأن كلا مرمين خصلة كوباد وإيمان لما اشترد خصلة اللباد وعمل صالحة خصلة صدحات والدعوة عندك حق الله بولا دردار مؤمد حق الله قرسي خصلة صدحات وحويان وحسن الخلق وحلق أغسر ليس آيتها صبر وفي حق أمد قارسينيا أمد حق أبان ديغيا وإنو حبا در ليلة نبي عيسى الصبر وإنو هذا أنك مسلمك مركو ليه أمد أن حق أشيبي قارسينيا إفر بضبا كهور إيمان دونتي يتصلح بسلاح الصبر بالعلم دولة وإنو بركة صبر قاد كيسك وإنو غفو حبا أفر تخص لضد غفك الله قاهل أمبا خسارة كسو بحاجة إيمان لما يسترم إيمان كان ذاتك إكزامبل كان نوغا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن إياك إن المؤمنين أي أهايين إلهي با أمر خاتك عويري والمؤمنون كلنا آمنا بالله مؤمنين إن كمال الإيمان يكو أي قارين صادقي الإيمان إن النقدين بل يري إلهي با أمر خاتك فرو مرق أفري وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إلهي با يري كلمة التقوى وكلمة التوحيد كلمة الإيمان ويانا لا إله إلا الله ويانا إلهي با قلبك وذلك
ehelkeediina way noqdeen baa ilaahay xaq bay u lahaayeen kelmadda inaan qalbigooda aan dhigno. wazayana fii quluubihim wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa waalcisyaan ulaa'ika hum araashiduun. ilaahay baa sheego yidhi inuu kelmadda iimaanka ee towxiidka qulubtooda ayaa ku qurxinay baa ilaahay yidhi. gaalnimadii iyo wixii gaalnimadu ay hoosta ku wadato dhanna ilaahay baa nacsiyey iyaga. waladiina tabawa'u daara waalimaana baa la yidhi, iimaan baa loogu magacdaray inay ree madiina dad iimaan leh inay ahaayeen ayaa qur-aanku caddaynaya oo muminiin ay ahaayeen. marka iimaanka laynaga doonayo bay culimmadu leeyihiin, iimaanka zamanka dadka muslimiintu ay sheeganayaan maaha. iimaanka ummadda laga doonayo qur-aanku uu sheegay mar walba haddaad maqasho ila aladiina aamanuu, ina aladiina aamanuu waladiina aamanuu, iimaanka loo jeedo waa iimaankii asxaabu muxamed ay gaadheen. waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa iyaga tarbiyadeeyey oo macalinkoodu nebi maxamed buu ahaa sala allahu calayhi wasalam. marka iyaga iimaankoogu halkii la doonayey buu gaadhay, halkii la doonayey heer xataa wuxuu gaadhay raggii dagaalka bader nebiga kala qayb galay aan gaalnimo dambe inay ku dhacaana laga shaki qabinba. ha badriyiin xaatib binu abi baltaca ninka la odhan jiray ee saxaabiga badriga ahaa, sirtii nebi maxamed buu gaalada rabay inuu u gudbiyo. markaabuu nebigu cali iyo shadaad buu nebigu diray, wuxuu ihi naag dhar noocaasa wadata oo melehiblaayo maraysa buu nebigu ku yidhi soo qabta naagtaas. oo maxay sidaa sir innaku aan leenahay bay quraysh u sheegaysaaye, sir baa loo dhibay wadaay soo qabta. cali iyo saxaabigii shadaad intay israaceen ayay gabadhii halkii u fadhiisteen iyadoo xoolaheegii wadatay halkii timiday. markaasay yidhaahdeen soo saar waxaad waddo, waxba ma wato bay tiri. waa kaasay arkay baar maxaa sidaa. markay labadoodii ay yaabeen ay yidhaahdeen soo dhaqaaqeen ayay isla hadleen oo waxay sidaadeen oo nebi maxamed baa nagu yidhi gabadhaas sir bay naga sidaa innaka, sir aan leenahay baa loo dhiibo quraysh lagu wadaa. yaa dee ma nebi maxamed baan hadalkiisa beenaynaa oo iyada warkeeda ayaan qaadanaa. awa iimaankii islaamnimadii laynagu tuhmayay bay asxaabtu yidhahdeen. labadii saxaabi baa isqabsatay cali iyo shadaad, baqdaad iyo shadaad midkood buu ahaa. dadna markaasay ku noqdeen naagtii ku yidhahdeen ama gacantaan kuula imanaynaa ama sirtaad naga wadad halkaas soo dhigay. timaheegii tidcanaa intay furtay baa la yidhi ayay ka soo saartay warqad sirtii ciidanka nebi maxamed tiradooda iyo waxay ku tashadeen iyo meeshay rabaan inay ku duulaan sirtii oo dhan bay u siday gaalada. warqadii baa laga soo saaray nebigaa loo keenay sal allahu alayhi wasalam iyadii iyo warqadiiba. warqadda ninkii qoray ee sirta nebi maxamed u sheegaya quraysh majmaca nebiga hor fadhiya buu dhex fadhiyaa. arrintaasi soo arrin khatara soomaa dowladdii islaamka ninka sirteedii gaalada u gudbinayay waa la furo waa la akhriyay isagiina uu fadhiyaa meesha. cumar bin khadaaba markiiba kacu yidhi nebi allow munaafiqan nagu dhex jira eena dhex fadhiya qoortaa ka gooyay ugu fasax buu ku yidhi. markaabuu nebigu u kaaday cumar ha degdegini xaatib oo sara kac. marka isagii baa gacanta taago yidhi nebi allow ma hadla hadal baa lagu yidhi ha igu degdegine buu yihi dilinu ha igu degdegine runtaan inii sheegayaa buu yihi dhegaysta. raggaa muhaajiriinta quraysheed nin walba ubadkiisii iyo baylahdiisi iyo reerkiisii maku kaga yimiday waa degaankoogii weeyaan, laga dhici maayo xoolahoogii, ubadkoogana la dhibi maayo, aqaladoodiina laga qaadan maayo, waayo nin walba tolkii iyo dadkiisiiba u ilaalinaya buu yidhi. ama anigu magaalada maka degaankayga ma ahayn degaankayga, ubadkaygii islaanteediibaa quraysh dhex fadhiya, waxaan uga baqay inay ubadkayga islaanteeda iga dhibaan. marka waxaan sirtaada aan ugu gudbinayeen ugu waramayay ha is yiraahdaan xaatib annaku magaalada madiina noo joogaayo sirtu noo soo gudbinayaaye reerkiisa iyo ubadkiisa u daaya, sidaasuunbay iga ahayde gaalnimo aan ilaahay nebi maxamed aan ka gaaloobay igama aamun igamana ahayn. markaabuu nebigu uhi iska fadhiiso, ilaahay xaggiisan war ka sii weynaayo fadhiiso. subxaanallah qur-aankaa markaa soo degaya moogta zaman alwaxyi baa la joogaayo qofka qalbigiisa waxa ku jiro qur-aanku ka waramaya iyo ninkan qasadka uu ka lahaa arrinkan. suurة الممتحن أوائل كذا مركز سودة يا أيها الذين آمنوا
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سمه تلقون إليهم بالمودة ها وأنا أعلم بما أخفيتم بالآخر الآية وحل الآية داس إلهي وحوكم بلا بيا أيها الذين آمنوا دولك إلهي يا نبي الرمي يوم ها حكي لنا بالليل قال داس وعدو إلهي وأنا عدو إني صاحب حكي لنا بالإلهي صحابي إيمان بايسك الله ما قدروا من مؤمنين وهي الآيات وعديسة قفك وكن عينا مر الله بعدين وكن عنا إلهي وأوجد جي قال فرس إيمان بايسك الله ما خاطفر إنه مؤمن مركب النبي صلى الله عليه وسلم رمبو إني شيء يقول رمبو شيء قا وكا القرآن كنا نور ربي يقول إلهي وحي جسنا وعديي إنه نكن يهي مؤمن مركب النبي يقول يا عمر نكن وابدري ويان وابدري شهد بدر دقال كيد بدر بالنبي قال قيد قلي ري بدر نوحى لغيري افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم وحب انتان بالسمايا انك الدنبقين وابلا دافين ومعنى هذا الكوحي علماء هذا نن بدري او دقال كيد بدر قلي ولو افحق له وحق فوا بني آدن لكن انه قال لما ديب اقول نغضو سوء الخاتمة وكب انتا ووحى نبيع كريمة إيمانك هذا إلهي بأمر خاتف رئينيين دا المؤمنين والسنع أن إسلام نماذا هو الدين تقلبك وضق الشيء كما بنقون أيام بإلهي جبريل بن نبي النووي مدى صلى الله عليه وسلم وكويري ذاتك دقالك بدر رقي كالاق ضيب قال النبي الله سيد وعركتان ومكانة دابي إليك النية تاقيهن مركاب النبي قولي صلى الله عليه وسلم من أفضل المؤمنين ويان رقي دقالك بدر قالاق ضيب قالي مال انت الدين تقريبك أهيد عيداً كوسكا إيطاليا رجل إلى جو سديب النبي قيري وحيه من أفضل المؤمنين مؤمنين تكون أفضل لبدن مركاب النبي قيري جبريل بايري وكذلك ممن شهد بدرا من الملائكة ده قال كي بدرنا ملائكتنا غلط ده يبقى شيء أنا كان أهل كاسي نوتا قيهين بيري مركا إيمان كاس حقيقة دي سينا كان الله نسيه إيمان كالدونة إيمان كالصومالي ده ما هبي علم دوليه وإيمان كأصحابته ها إيمان كأنه ما أنت محوش كأنه قضي قال لي ما بين عبو جراسه ما لقو صباح ذاني مسكيد باتكو أركي قلت إنا قبيالات باتكو دحركي لك مسلم كهاي مسكيد كالذكري كوب بدون أي أي أدرك سامة قاحدة نحن نسوه كل الريه بل إنا قد عيا أنا كخرس كصدر إناك مركز لا نمد آوي مركز مؤمن كي المؤمن للمؤمن كالبنيان بل إذا مؤمن هو مؤمن ككلو نسوية سدار نسكاسو سكو قبصدو سكو أتكين أيو أي قف مؤمن كله ولاك مؤمن كأوية بس ها لذلك إيمان كسل إنه قبها يحيز عمل صالح صلاة دي صوم كي زكاة دي صدقة دي خير كي تواصل بالحق نوى دعوة دي إنه مدى حق الله شيخه قال لنا إن إسلام مدى الله ويره مسلمين تنا إن الله ويره ما ركتان تجديد الإيمان أولا دور إيمان كي نه جديد إنه المساجدها سوق الله القرآن كها برنه والدعوة ده كشا غينه ورداد بعد الدنيا الصعود في الند كالسيل سيد الداد كأصعود عدون كتمده وحكا جابت بعدنا ودعوة دعوة ده كش غينه ودعوة الدين الإسلام كوي يدا وجهه رسبة صلاة يصون يزكى يحج أنت صعود وحكا رسبة ودعوة ونبي جنو صلى الله عليه وسلم مركين نبئ بإقرأ بالليل وأرسل بالمدثر نبي صلى الله عليه وسلم نبي نمدي سوحي كبلا بتواصورة إقرأ مدثرنا النبي قال الله قدر سورة مدثرنا ومحي وشغديسي إنه ضدك خير كالجارسي ونصلحي مرقع إنكونا ما أنت مسلمين بأي لحي نقدر بقول كبقول مسلم لكن ضدك قال هذا يكون نحن والله إنا دعوة جارسينا لو باهية ودعوة أخلاق بمرقع أباها انتهي صبرك ومحي وأخلاق ويان سيدة صلاة دائية عبادة دائية صونك إيا حشك بلا إخلاص إلهي وسكاقة أقبلين دعوة ضدك إنا جارسينا وحي أباها انتهي أخلاق ونكسل لأنه هذا قفك مؤمنك وقفت بعد ونكسل قف دلقات بدن قف نحريس بدن قف مارك تاني أمد أود عيني قف أمد أود مغني عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيري دي سواح حكوت الله نبا أقيم دي مارك تاني حقا إيا أبا موسى الأشعري بلكو حكوما إيا مركاسو عيدا كيبو مركا وركو وكينا إيا الدولة دي إسلام كسيفي ديسي القابان قبصني انتاو مساجد بان بسني
intaaba dad soo islaamtay intaaba diintii la baraa meel heblaayaan ku duulay guushii baa ilaahay na siiyey xoolahana waan kuu keennay markaabuu cumar ku yidhi hal min muqarabati khabarin buu yidhi war ghariiba maxaadaysaa war ghariiba oo cusub markaabuu yidhi rajulun kafara bacda islaamihi war ghariiba waxaan hayaa nin intuu soo islaamay dib gaalnimadii ugu noqday baan warkiisa ku hayaa buu yidhi فماذا فعلتم به بكل محاك قصه فقربناه بولي وصورنا ويني فضربنا عنقه قرطا كبين بولي من ارتد عن دينه فاقتلوه واسد حديث كل جاي موت وفي الدين تي سكن نقض محل قصه مين وين لدلو عمر ماذا حصد او الروحي مياد مياد بول مياد miyaad toobadda inuu toobad keena aad u bandhigtaanaa buu ku yidhi hadduu ini diidana jeelka maad ku xidhaan buu yidhi lacallahu yatuubu wayuraajicu laga yaabaa inuu toobad keenu ka soo noqdo gaalnimadee gacantuu cerkay u taagay cumar ilaahow anuu inay dilaan ma amrin buu yidhi meeshay ku dileenna ma joogin khabarkaa markuu isoo gaadhayna raalli kama ihi buu yidhi saxaabadu sharcigay mareen sharcigii lama khilaafayo laakiin waxay qisadani ku tusinaysaa naxariista cumar qalbigiisa ku jirtay inakuna addoontii baan idhahnaa soo maa kuwa badbaday wadankan ila jooga waa kalma waa addoontii ala maxay xaafaddeen oga shaqaysaa waa addoontii masaajid xalay aan ka hadlayaba mixraabka mixraab weyn buu lahaayo mikrofoonadii waxbuu hagaajinayay mid moogtay salaadii baan galay isagoo halkaa buu fadhiyaa intii wacdigaan wadnana halkaa buu fadhiyo qalabkani waxbuu hagaajinayay yar mu'addinu aada u fiican baa markaan ku yidhi war ninkan halkaa dahu buu ku jiree muxuu yahay markaasu yidhi waa qoladii kale buu yidhi ha waxa waa qoladii kale soo maaya ha dee diinta islaamka ma u bandhigtee baan ku yidhi ma u bandhignaa iminkadanba markaasu kan la shaqaynaya ee muslimka u bandhigayo kitaabna waan siinay wuxuu yidhi in yarii kaaliya waan soo fikirayaay way fiican tahay saasaa loo baahan yahay in qofkan loo naxariisto loo damqado qof maanta dab kusii dhacaya dab adduunyamaad ku egilahayd bal sheega walow isku diin baha cadowgaagiba ha noqdo cadowgaagi cadow ka faatihiin oo dab kusii dhacaya ka waran war dabka ka leh war dabka ka jog waa dab adduunyo asxaabta nebigu waxay arkayeen qofka gaalnimada ku dhimaaya dabkii akhira inuu ku dhacayo cumar bnu khadaab gacantuu cirka u taagay ilaahow anu ma amrin buu yidhi meeshay ku dileenna anigu ma joogin warkaa markuu isoo gaadhayna anu raalli kama ihi buuyi ilaahayow waad maqlaysaa walaal naxariis han yeelanno qofka aan naxariisan buu nebigu yidhi ilaahay uma naxariisto ha markaa suuradda alcasr bay culimmadu leeyihiin khaslad ka mid a afartaa khasladood haddii nolosheena ka maqan tahay khasaaraha waa ku jirtaa una ogow ila afartana khasaaraha lagaga baxayaa iimaan dhammaystiran iyo diin dhammaystiran iyo dacwad ummadda la gaadhsiinayo gaaladana islaamnimada loo bandhigayo muslimiintana iimaanka iyo masaajidda loogu yeelo tiraada ninka tiisa dar yeelay ayaa ta kale ku dara nin caddaana oo faransiisa gabadh muslimaday markaa isjeclaadeen markaasa reerkoogiiba u yimiday xal gabadha waa lagu siina soo islaam waa yahay waan islaamay uu islaamay ninkii markuu islaamay kadib ayuu aqalkii waxbaa diyaarsadee reerka halagi soo wareejiyo inanta aabbaheed baa ku yidhi dee waad islaamtay inanteediina waan kuu meherinay waan ku siinay laakiin hal maalin masjidka kumaanu arkinin wuxuu yidhi muslimiintu dee waa laba qaybood baa tihiin buu yidhi adinku markuu dhaco ina masaajidee soo gashaa ina banaanka ku hadhaa buu yidhi marka inta masjidka soo galaysa anu kuma biirine inta banaanka joogtaan ku biirahay buu intaasaana badan buu yidhi soo runtii maahda ninkaas ninka tiisa dar yeelay baa ta kale ku dara marka sidaa darteed insha allah dadkeenna qaraabadeenna asxaabteenna asdiqadeenna dacwadahan gaadhsiino oo khayrka ha ka shaqayno oo khayrka haddaana laga shaqaynin waa shar waxa laga shaqeeyaa masaajidka haddaanad camirin waa maqaaxida waxaad camiri haddaad ummadda khayrka ugu yeedhin
شركة لغوغو ياري هذا أدوك الداعي نقول هذه دعوة بادل كاكوغو نعبي علم دولي إن شاء الله هذا هنا دين تكوضا شغينو دعوة كشغينو وذن نيوض إن شاء الله أبيك جمعهنا مركز كاكسو غيب قلع دين تددال كيقاسا عنو بلنا إن شاء الله دين بيقنا الله داف دين بيقوا لدين تينا الله داف دين تا الله نوم معاني مرالكينا الله شافيو موجاتكينا الله ونحريست أمن إيمانك الله نو زياديو استقامية قبولينا الله نسيو حسن الخاتمة وشهادة عند الموت الله نسيو سوء الخاتمة الله نقبت باديو صلى الله على سيدنا